قامت منظمة غصن زيتون عدة مشاريع في الشمال السوري، ومن هذه المشروعات المركز التدريبي للنساء الذي أقيم في مدينة سرمدة، والذي يخص النساء من عمر 18 وما فوق، ويهدف إلى تمكين ودعم المرأة وتعزيز قدراتها. شهد المركز إقبال كبير على التدريبات، بحيث وصل عدد المستفيدات لحوالي 120 مستفيدة خلال شهرين تقريبا، على فترات زمنية مختلفة ولشريحة واسعة من النساء. ومن هذه التدريبات اللغة الإنجليزية المبتدئ التي أقيمت على طول مدة المشروع، بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية في العمل. كما أقامت عدة تدريبات للمهتمات بالصحافة والإعلام والإسعافات الأولية وإدارة المشاريع الصغيرة، وذلك على فترات مكثفة، والهدف من ذلك إعادة تكرار التدريبات خلال فترتين زمنيتين لتحقيق الهدف لأكبر عدد ممكن من النساء. حضرت تدريبات إدارة مشروعات صغيرة وكانت مدتها 5 أيام. كانت التدريب رائع مع المدربة فادية نجار، كان تدريبها رائع، وعملت دراسة جدوى مدة 5 أيام، كانت اليوم آخر يوم لنا، وبالأسبوع القادم إن شاء الله رح باشر بدراسة بالمشروع إن شاء الله على أرض الواقع. حبيت اجي احضر دورة الاسعافات الاولية لحتى استفيد بحياتي العملية، فكانت المعلومات كتير مفيدة عن الاسعافات الاولية، عن الحريق والغريق، وعن بعض العلامات الحيوية مثل الضغط والتنفس والحرارة، فاخذنا معلومات كتير مفيدة، وبالاهم عملنا شيء عملي مثل حقن الدوائي عن طريق استخدام ابرة التحسس او ضرب ابرة العضل، بالإضافة إلى ميزان الضغط وميزان الحرارة. طبعاً استفدنا منهم كتير وكيفية استخدامهم، وعرفنا أنه كتير ضروري أنه يكونوا متواجدين معنا في عنا في البيت.